يعطيكم العافية، بعد ما شاهدتوا المقاطع السابقة بتمنى اني انكم تقدروا تحلوا الاسئلة الاتية، السؤال الأول عدد أنواع العطاء برأيك الشخصي أنت بعد ما شفت الفيديو الأول والفيديو الثاني ايش أنواع العطاء؟ العطاء ينقسم إلى نوعين النوع الأول هو العطاء المادي سواء بالمساعدة المادية بالمال أو أن تعين شخص على قضاء حاجة يعني شفت زلمة كبير حامل اكياس بتروح بتساعده شفت فقير محتاج مصاري بتقدم له يد العون او محتاج شيء اخر انت بتوصل لمساعدته بالنسبه للنوع الاخر هو المعنوي العطاء المعنوي العطاء المعنوي يكون في الكلام المباشر والكلام الغير مباشر يعني انت مدير شركه وعندك موظف نشيط بتروح تقول له والله انت شغلك مش منيح لا انت بدك تحفزه وهذا التحفيز يسمى العطاء المعنوي انت تروح بتقول له والله ما شاء الله شغلك رائع شغلك ممتاز ابهرتني ترفع من معنوياته وفي نوع اخر للعطاء المعنوي وهو الكلام الغير مباشر يعني على سبيل المثال لك معرفة أو صديق أو رجل أنت ما بتعرفه وقال لك بالله إنك تدعي لي أو لك أخو طالب توجيهي بتقول الله يوفقه وينجحه وهو ما بيعرف إنك دعيت له الدعاء بيكون بسرك هذا يسمى الكلام الغير مباشر أو العطاء الغير مباشر السؤال الثاني بيتحدث عن التعاون ما مفهوم التعاون بوجهة نظرك طبعا بعد ما شفت الفيديو راح تقولي إنه التعاون هو شكل من أشكال الإنسانية أو التآزر للوصول إلى هدف معين يعني الإنسان ما بيعيش على الأرض بمفرده لازم نكون جماعات متماسكه متعاونه حتى نوصل للهدف يلي بدنا اياه الان بتمنى تكونوا عرفتوا انواع العطاء معنى التعاون ويعطيكم العافيه